يعني سعادة السفير، في البداية حضرتك كنت أحد المقاتلين في حرب أكتوبر، وكنت موجود على الحدود في أكتوبر 73 تحديدا. عاوزين نعرف من حضرتك تفاصيل ما تتذكره عن هذا اليوم ودعم الدول العربية لمصر في حرب أكتوبر. يعني صراحة هو إحنا يوم 6 أكتوبر القادم بنحتفل ليس في مصر فقط، لكن مصر وسوريا والعالم العربي شرقا وغربا بمرور نصف قرن على يوم من أجمل وأغلى الأيام في تاريخ مصر وتاريخ الأمة العربية، يوم السبت الموافق 6 أكتوبر 73. لكن عندما نتحدث عن حرب أكتوبر يجب أن نعود بذاكرتنا إلى العدوان الإسرائيلي على مصر وسوريا والضفة الغربية وغزة ولبنان في يونيو 67، والتفاف الدول العربية في ذلك الوقت في قمة الخرطوم في أغسطس 67 التي تعرف بقمة اللقاءات الثلاثة، والتي قدمت كل الدعم السياسي والمادي والاقتصادي لدول المواجهة، ومصر كانت من دول طبعا المواجهة. ده تزامن هذا الدعم العربي كان له هدفين رئيسيين. الهدف الأول هو دعم مصر في جهودها لإعادة بناء قواتها المسلحة، والهدف الثاني هو تعويض مصر عن فقدان دخلها من قناة السويس. والدول العربية وخصوصا المملكة العربية السعودية والكويت هم كانوا أكبر الدول في ذلك الوقت التي قدمت الدعم المادي والمعنوي والسياسي لمصر في إعادة بناء القوات المسلحة. وفي هذا السياق اسمحوا لي أشير إلى الموقف القومي اللي اتخذه الرئيس الجزائري الأسبق الرئيس هواري بومدين بعد عدوان 67. سافر إلى موسكو واجتمع مع ليونيد بريجنيف سكرتير عام الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي سابقا، وقال له وقدم له شيك وقال له احنا مستعدين، العالم العربي او الجزائر مستعدية تدفع ما يطلبه الاتحاد السوفيتي سابقا لإعادة بناء القوات المسلحة المصرية. كذلك وقفت الدول العربية معنا في حرب الاستنزاف. برضو أحب أقول للأجيال اللي ما عصرتش هذه الفترة إن حرب أكتوبر لم تأتي من الفراغ. حرب أكتوبر سبقها طبعا إعادة بناء القوات المسلحة، المجهود الحربي، وحرب الاستنزاف. حرب الاستنزاف عندما نتحدث عن حرب أكتوبر من الناحية العسكرية ومن الناحية السياسية يجب دائما أن نأخذ في الاعتبار حرب الاستنزاف، وليس فقط حرب الاستنزاف وإنما بناء حائط الصواريخ سام 6، صواريخ أرض جو اللي في ذلك الوقت كانت أحدث صواريخ أرض جو موجودة في العالم. فعندما نتحدث عن حرب أكتوبر يجب أن نأخذ هذا في الاعتبار. نأتي للحرب. الحرب حضرتك دي كانت حرب أولا مصر وسوريا. صحيح. يعني عندما نتحدث عن حرب أكتوبر يجب علينا أن نأخذ في الاعتبار أن دي كان حرب مشتركة بين مصر وسوريا. وأول شيء. تاني شيء أنه العالم العربي كله شارك فيها. يعني أتذكر انه كان في كتيبه كويتيه، كان في جنود وضباط سعوديين، وكان في كتيبه سودانيه، يعني شهدائنا كان في الى جانبهم شهداء عرب. كذلك الجزائر بعثت لنا باكثر من 100 دبابه، ويعني انا شخصيا شفت هذه الدبابات، يعني مش ريت انا شفت هذه الدبابات. دبابات الجزائر بعتتها لنا قبل اتفاق وقف اطلاق النار اللي صدر في 22 اكتوبر 73 بموجب قرار مجلس الامن 338. فالعالم العربي كله كان بيحارب في حرب اكتوبر. طبعا اقتحام قناه السويس
تم بالجنود المصريين، وكان معهم جنود عرب. واليوم عندما نستذكر هذه اللحظات الخالدة في تاريخ الأمة العربية وفي تاريخ مصر، يجب أن نحيي كل الدول العربية التي شاركتنا في تحقيق هذا الإنجاز العسكري الكبير، ألا وهو اقتحام مانع مائي. قناة السويس عسكريا بتعتبر مانع مائي، وفي هذا الإطار تعتبر من أكبر الموانع المائية اللي كان في جيوش يجب أن تعبرها. إحنا دايما إعلاميا بنقول العبور العبور العبور، لكن عسكريا الكلمة الدقيقة هي اقتحام.